لما كنت سأتجه إلى منطقة الجل مقارب القوعية، كان معي أحد الشباب ما يظهر عليه أثر الالتزام، شاب عادي، لكنه كان ينسق كلمات في الجل. ركبت أنا وإياه، ثم جيت في الطريق، ثم بدأ يذكر لي قصة عجيبة. طيب ما هي قصتك؟ هذا الشاب أيها الأحبة الكرام عرف الله عز وجل فعرف الله عز وجل. يقول: كنت في الحرم المكي. يقول: وأنا في مكة ذاك الشاب رزقها الله من القسامة والوسامة. يقول: أقبلت علي امرأة، يقول وهي تسألني المال، تريد مال. يقول: فأرسلت بصري وكررت نظري. المرأة ترى عليها أثر الترف، تشوف عليها أثر الدنيا. يقول وهي متبرجة ومتزينة بعباءتها، يقول عرفت أنها ليست بسائلة لكنها تتقمص هذه الشخصية. يقول: فلما نظرت إلي أشارت لي إشارة بالحرام. يقول: وحنا في مكة وحنا بجانب الحرام. يقول: اتجهت وخدعني الشيطان. يقول: اتجهت ولحقت بها في الفندق. يقول: فلما انطلقت هناك ودخلت في الفندق، يقول نظرت فإذا بها تتجه إلى تلك الغرفة، فتبعتها والشيطان يؤزني أزا على تلك المعصية وأنا أعزب لم أتزوج. يقول: فلما فتحت الباب أشارت إلي إشارة أخرى أن تعال وادخل بجانب الحرم وبجانب الكعبة، اعصي الله واقترف الحرام في أعظم بقعة. يقول: فلما فتحت الباب، يقول تبعتها ثم دخلت. يقول: فكأن الجمال، يقول والله قد خلق في جسدها وفي هيئتها وفي شكلها. نظرت إليها قد انسحر قلبي وطاش عقلي من جمالها. يقول: فلما جلسنا في ذلك المكان، يقول وجلست معي كما يجلس الرجل لامرأته، يقول التفت فإذا بالغرفة مطلة على الكعبة المشرفة. يقول: والله أردت أني آتيها، أردت أني أقترب عندها. نفسي تقول اقترب للحرم وهي تدعوني، الشيطان والمرأة والنفس تناديني، اقترف الزنا فليس بينك وبينه إلا شبر. يقول: فلما أردت أن أقع في الحرم، يقول التفت فجأة فإذا بسواد الكعبة وهيبتها أنظر إليها. يقول: فأتى في صدري هاجس ومنادي ينادي، يقول معاذ الله معاذ الله مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. حاله كحال يوسف عليه السلام. نعم، المرأة تلحق به وهو يهرب من الحرم. تذكرت يوسف عليه السلام في هذا المقام، يقول: فلما رأيت سواد الكعبة نظرت إلى عظمة الله وخالقها. يقول: فنفضت جسدي ونفضت يدي وقلت معاذ الله، ثم لبست ثوبي وخرجت من ذلك المكان. نعم، إنه الانتصار على الذات، إنها الشجاعة، إنه الخوف من الله، إنه تعظيم الله، إنه إجلال الله. وأنا ألتفت إليك، لو أتاك هذا الموقف أستصبر؟ أستخاف الله؟